حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام عبر وكالة جي ميديا الإعلامية في هذه التغطية من مدينة طول كرم. نفتح هذه النافذة على أحوال الإضراب المستمر منذ ما يزيد عن 50 يوما، وحتى يومنا هذا 50 يوما على إضراب المعلمين المستمر هنا في مدينة طول كرم، كما باقي مدن الضفة الغربية المحتلة للمطالبة بحقوق المعلمين، والتي لا يزالون يطالبون فيها منذ سنوات وحتى هذا اليوم. الاعتصام مستمر في كافة مدن الضفة الغربية المحتلة، تحديدا أو المسيرة أو الاعتصام المركزي هو في مدينة رام الله أمام مديرية أو وزارة التربية والتعليم. هنا في طول كرم أمام مديرية التربية والتعليم هناك اعتصام للمعلمين، لا يزال لليوم 50 على التوالي مطالبين بحقوقهم واسترداد حقوقهم التي يعني لا تزال حتى يومنا هذا، أو لم يتحصل عليها المدرسين حتى يومنا هذا. نذكر أنه في هذا اليوم وبالتزامن مع هذا الاعتصام هناك اعتصام آخر للطلبة، اعتصام للطلبة أيضا للطلبة الثانوية العامة للمطالبة بحذف بعض المواد كما يتحدث الطلبة. هناك مطالب كثيرة يطالبون بها الطلبة، وأيضا بالتزامن مع هذا الإضراب المستمر للمدرسين
إذن بالتزامن كما تحدثنا مع إضراب المعلمين أيضا إضراب لطلبة الثانوية العامة ومطالبة بحذف بعض المواد التي لم يتمكنوا من إنهاء الانتهاء منها والتي فرضتها عليها أو فرضتها عليهم وزارة التربية والتعليم. الآن على ما يبدو جمع ووصول للشرطة والوحدات الخاصة على ما يبدو إبعاد الطلبة من هذه أو من هذا الشارع كما تشاهدون في هذه الصورة. والله في طلاب قالوا لي انه استاذنا الله يرضى عليك ايش؟ صور صور الحديث بس الطلاب هناك ليش صور نتحدث مع بعض الطلبة الحديث أكثر. هل بكر بالهون؟ تمام، شو اللي عمال بصير اليوم؟ انا ما بفهم معك، انا ما بفهم شو اللي عم بصير ظلم لنا اول وللمعلم ثانيا، ليش هيك بيعملوا فينا؟ احنا بس جايين نطالب بحقنا يعني. فعلا احنا من الصبح جايين وعم بقنع صف الطلاب، كل ما ننسى نحكي، بصير يحكوا لنا ما بنقدر نفوتكم، يعني اللي بصير كثير ظلم كبير، احنا مادة ما اخذناها اساسا، كيف بدنا نمتحن فيها؟ لا وبالاخر لما دخلنا بيحكوا لنا الحذف ل 15/4 اذا ما رجعوا المعلمين، طب انا استنى ل 15/4 اعرف انا بدي ادرس هسه. يعني احنا المفروض معطلين من 29/3 والتوجيه سنة مصيرية، يعني ليه هيك يعملوا فينا؟ مطالبكم مطالبنا ينعد لحد ما احنا واصلين ويعطي المعلم حقه المعلم ياخذ حقه لانه مش منطقي اللي بيصير هذا فوق راسنا كلنا ليش هيك بيعملوا فيه السنين بيطالب بحقه يعني شكرا اذا هذه يعني بعض رسائل الطلبه التي يوجهونها في هذه اللحظات من هذا الاعتصام ولي امر يتعامل مع المعلمين والطلاب اذا بده نتحدث ايضا مع ولي امر بعض او احد الطلبه ولي امر نتحدث معك يعني بدايه رسالتك من تواجدك اليوم هون رسالتي هي موجهه بالاساس للحكومه يفترض انه يتم التنفيذ ما اتفق عليه مع المعلمين لانه اولادنا بصراحه ضاعوا بالشوارع والعمليه التعليميه للاسف الشديد تنهار مسؤوليه التعليم عند الحكومه ويجب انصاف المعلمين واعطاهم جميع حقوقهم اللي وقعت عليها الحكومه. يعني لما وصلت هون بالعاده انت بتشارك في مثل هيك وقفات مسانده للطلبه؟ صراحه انا بشاركش ولكن الامر زاد عن حده. قال الاوان انه المعلم يرجع
يعطي الدروس للطلاب، هو معزز مكرم في اتفاقيات وقعت مع الحكومة. يفترض الحكومة انها تخصص موارد لهذه الاتفاقيات وتلتزم فيها وتنصفهم للمعلمين انها يطبقوا الاتفاقيات ويرجعوا للعملية التعليمية كما كانت بالسابق. طيب هون في مدينة طولكرم كيف تشوف الوضع؟ يعني استمرار الاضراب لما يزيد عن 50 يوم مع مماطلة من قبل التربية في تحقيق مطالبهم. بصراحة للأسف الشديد يعني أنا بشوف إنه الجهات الرسمية هي مش متجاوبة مع هاي الأمور، يفترض إنها تتجاوب معها مع المعلمين مع مطالبهم العادلة وتلتزم بالاتفاقيات، لأنه هذا عاد كله بالدمار على طلابنا وعلى يعني أبنائنا. شكرا لك على هذه التفاصيل. إذا هذه رسالة ولي أمر بعض الطلبة الذين يعني متواجدون أو يأتي هنا في كل اعتصام، أو على ما يبدو هذا الاعتصام الأول الذي يأتي إليه لإيصال رسالة أولياء أمور الطلبة لوقف أو الانتهاء من هذه المماطلة في تحقيق مطالب المدرسين. اخذت طلاب، اخذت طالبتين. بدي اروح اخذ انت فات المكتبات على ورق، انا بشوف لا يا وزارة تم.
إذا بالتزامن مع إضراب المعلمين في هذا اليوم، هناك أيضا إضراب للطلبة. حاولنا الاستماع إلى رسالة أو ما الذي سيتحدث به مدير التربية والتعليم، لكن رفض الحديث بحضور وسائل الإعلام قبل قليل. خلص اطلع.